بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذه الوحدة الشيقة والممتعة وهنتكلم عن الدائرة. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بدرس كده يعتبر درس تمهيدي. هنتكلم عن شوية تعاريف ومفاهيم أساسية حول الدائرة، وهنبدأ شوية شوية نتعمق في أسرارها ونكتشف إن مجرد الشكل الهندسي البسيط جدا ده الدائري، الشكل المألوف اللي كلنا عارفينه وبنشوفه كتير جدا، فهنلاقي ان له تطبيقات كتيرة جدا، وهنلاقي فعلا انه دراسة الدائرة حاجة ممتعة وشيقة جدا. اول حاجة، ايه هي الدائرة دي؟ الدائرة دي ما هي الا مجموعة نقط المستوى التي تبعد بعدا ثابتا عن نقطة ثابتة في المستوى. فالنقطة الثابتة دي بنقول عليها مركز الدائرة، والبعد الثابت ده بنسميه طول نصف قطر الدائرة. يبقى الدائرة مجرد نقطة حواليها شوية نقاط بيبعدوا بعد ثابت تماما عن هذه النقطة. فالنقطة اللي في النص دي بنقول عليها مركز الدائرة، والبعد الثابت ده بنسميه طول نصف قطر الدائرة. بنرمز للدائرة بمركزها، يعني بنقول الدائرة ميم، الدائرة نون، فبنعني أن دائرة مركزها ميم أو مركزها نون. تجزئة المستوى بالدائرة. الدائرة بتجزئ المستوى المرسومة فيه لثلاث مجموعات من النقاط. دي شكل دائرة بسيطة جدا وعادية جدا، فهنلاقي أن الدائرة دي، الدائرة ميم اللي قدامنا دي، دائرة بسيطة جدا وعادية جدا مركزها ميم، فبنقول على الدائرة دي ان اسمها الدائرة ميم نسبة الى مركزها. تمام؟ طيب، الدائرة بتجزئ المستوى المرسومة فيه لثلاث مجموعات من النقاط. اول حاجة، في مجموعة نقط الدائرة، مجموعة النقط اللي هي بتاعت الدائرة نفسها، زي اللي انا برسمها دي دلوقتي، مثلا الف نقطة، هنا الف نقطة، ب نقطة، جيم نقطة، دال، وهكذا. تمام؟ فالنقاط اللي هي اللي بره على الدائرة دي فبنقول عليها اسمها مجموعة نقط الدائرة أو مجموعة نقاط الدائرة، فاللي هي بتبقى مرسومة على الدائرة نفسها، ودي أول مجموعة. المجموعة التانية اللي هي اللي جوه بقى، النقاط اللي أنا برسمها دي، دال ميم ه واو، فكل النقاط دي بنقول عليها مجموعة النقاط التي تقع داخل الدائرة. واما المجموعه الثالثه والاخيره فهي النقاط اللي انا برسمها دي، ودي طبعا معروفه قوي، دي هي ايه؟ مثلا لام نون ح كده يعني. تمام؟ فالنقاط اللي هي اللي بره دي اسمها مجموعه النقاط التي تقع خارج الدائره. يبقى الدائره ليها ثلاث مجموعات من النقاط، مجموعه نقط الدائره او اللي هي بتبقى على الدائره، تمام، ومجموعة النقاط اللي بتقع داخلها، ومجموعة النقاط اللي بتقع خارج الدائرة. إذن ففي فرق كبير قوي ما بين سطح الدائرة وما بين الدائرة، تمام؟ وفق هذا المفهوم. نصف قطر الدائرة. نصف قطر الدائرة ده هو القطعة المستقيمة التي طرفاها أو نهايتاها مركز الدائرة وأي نقطة على الدائرة. احنا اتفقنا يعني ايه كلمة اي نقطة على الدائرة؟ يعني النقط اللي هي على الحافة الخارجية اللي بتحد الدائرة دي اسمها مجموعة نقط الدائرة، او اللي اسمها على الدائرة. تمام؟ والدائرة عدد لا نهائي من انصاف الاقطار وجميعها متساوية في الطول. تمام؟ ده بالنسبة لموضوع نصف القطر. ولو تساوى طول نصفي قطري في دائرتين بتكونان متطابقتين، والعكس صحيح. يعني لو انا قلت لك ان انا عندي دايرتين وطول نصف القطر في الدايره دي بيساوي نصف القطر في الدايره دي، بديهي جدا ان الدايره دي متطابقه مع الدايره دي، الدايره دي قد الدايره دي. تمام؟ والعكس صحيح، لو دايرتين قد بعض لازم انصاف اكترهم تبقى متساويه. تمام؟ وتر الدائره. وتر الدائره ده هو القطعه المستقيمه التي طرفاها او نهايتها اي نقطتين على الدائرة. الدائرة البسيطة والجميلة جدا اللي قدامنا دي، اول حاجة طبعا لازم نتعلمها مع بعض ان احنا لازم نسمي الدائرة دي على طول، نسميها بمركزها. ادي الدائرة اللي مركزها ميم، فنقول عليها الدائرة ميم.
فين بقى وتر الدائرة؟ وتر الدائرة قلنا هو القطع المستقيمة اللي طرفها أو نهايتها أي نقطتين على الدائرة. يعني أي نقطتين على الدائرة؟ مش احنا قلنا الدائرة بتتقسم أو بتجزئ المستوى المرسومة فيه لثلاث مجموعات من النقاط، يعني إيه نقاط على الدائرة اللي هي اللي بره دي، تمام؟ يبقى أي نقاط على الحافة بره كده دي اسمها إيه؟ دي اسمها مجموعة نقط الدائرة أو مجموعة النقاط اللي على الدائرة. فمثلا أدي أي أختار أي نقطتين من دول وأروح أدي، تمام؟ يعني الخط ما طلعش مظبوط قوي، انت طبعا امهر مني بقى في ده. فده بنقول عليه وتر، تمام؟ وده بنقول عليه وتر، وده بنقول عليه وتر. يبقى اذا دي اوتار للدائره، فاذا قالت به ده بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه وتر للدائره. قطر الدائره، قطر الدائره ده هو الوتر، هو مجرد وتر. ليه؟ اصله برضه وفق تعريف الوتر هو وتر، تمام؟ لانه مرسوم او طرفي او نهايتي بنقطتين على الدائره، فهو بيصل تمام لنقطتين على الدائره، ولكن هو وتر مار بالمركز فبنقول عليه قطر. وللدائره عدد لا نهائي من الاقطار وكلها متساويه في الطول. وقطر الدائره ده هو اكبر الاوتار طولا. يبقى في اوتار كتير في الدائره، اكبر الاوتار طولا هو طولا هو القطر. طب هو القطر وتر؟ ايوه القطر وتر بس بيمر بالمركز، تمام؟ قطر الدائرة وطوله طبعا بيساوي ضعف نصف القطر أو بيساوي 2 نق، تمام؟ محيط الدائرة ومساحتها، محيط الدائرة ده هو طول المنحنى المغلق اللي بيمثل الدائرة، تمام؟ عارف مجموعة النقاط بتاعت اللي هي اسمها مجموعة النقاط الدائرة أو اللي على الدائرة، لفها بقى كلها دي تبقى محيط الدائرة، وبيساوي 2 باي نق أو 2 طه نق، تمام؟ وحدة طول. أما مساحة الدائرة بتساوي باي نق تربيع، شايف العلامة دي اسمها باي، تمام؟ وليها مقدار ثابت هقوله لك دلوقتي، أو بنقول عليها طه نق تربيع وحدة مربعة، تمام؟ يبقى المحيط وحدة قياسه وحدة الطول، أما المساحة طبعا وحدة قياسها الوحدة المربعة. الباي ده هو نسبة تقريبية توافق العلماء على انه بيساوي 3.14% او ممكن نستعيض عنه ب 22 على الدايره الجميله اللي قدامنا دي. عشان نتكلم عن المساحه والمحيط ونوضحهم بمثال، تعال نفترض اول حاجه هي كنت هتقول لي ان انت نسيتها وبرافو عليك كده. اول حاجه لازم تفكرني ان احنا نسمي الدائره ونعمل لها مركز ونقول ادي الدائره دي الدائره ميم اللي مركزها ميم اللي احنا بنتكلم عنها، عشان نميزها ما بين كل الدوائر اللي ممكن نرسمها براحتنا. دائرة وآدي نصف القطر، تمام؟ آدي ميم، سمي النقطة دي ألف. نصف القطر ده 7 سنتي، وطلب مني إن أنا أحسب كل من محيط الدائرة ومساحة الدائرة. يبقى آدي محيط الدائرة بيساوي إيه؟ بيساوي 2 باي نق، تمام؟ هيساوي 2 في الباي، اتفقنا ان هي مقدار ثابت بيساوي 22 على 7 في النق اللي هو نصف القطر اللي قدامنا ده اللي هو ب 7، يبقى هتساوي سهله كده بقى، يبقى 7 تروح مع 7 و2 في 22 بكام؟ ب 44 سنتي، وده مين؟ ده محيط الدائره. طيب مساحه الدائره، مساحه الدائره بتساوي مين؟ بتساوي باي نق تربيع. تساوي ايه؟ باي نق تربيع، يعني هتساوي 22 على 7 اللي هو المقدار التقريبي الثابت في 7 تربيع، تمام؟ يعني هتساوي 22 على 7 في 49، لان 7 تربيع طبعا كاني بقول 7 في 7، فطبعا دي على 7 فيها 7 ودي على 7 فيها الواحد، يبقى هتساوي 22 في 7 تساوي كام؟ 22 في 7 تساوي 154، بس خلي بالك هتساوي 154 ايه؟ سنتيمتر مربع، اوعى تنسى وحدة القياس، لان هنا بتكلم عن المساحة بينما هنا بتكلم عن مين؟ عن المحيط. التماثل في الدائرة، كل مستقيم بيمر بمركز الدائرة هو محور تماثل لها. انت اصلا عارف يعني ايه محور تماثل؟ عارف المراية؟ المراية دي محور تماثل ليك. ليه؟ اصل كأنها بتقسمك لجزئين متماثلين بالظبط، هي بقى المحور بتاع التماثل ليه. عارف لما شكل هندسي يبص على نفسه في المراية، فهو ده بالظبط المقصود بمحور التماثل. فبنقول على الجزئين اللي
في الناحيه دي من المرايه، اللي بره المرايه واللي جوه المرايه انهم متماثلين. هو ده بالظبط المقصود بمحور التماثل. وحيث ان عدد هذه المستقيمات لا نهائي، لذلك يكون للدائره عدد لا نهائي من محاور التماثل. في عده نتائج هامه ناخد بالنا منها، ان المستقيم المار بمركز الدائره وبمنتصف اي وتر فيها وغير مار بالمركز يكون عموديا على هذا الوتر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي دائرة عادية جدا اهي، تعال نحاول نرسم دائرتنا كده. دي دائرة، تمام. طبعا اول حاجة لازم ايه، برافو عليك، لازم نسميها مين؟ المستقيم المار بمركز الدائرة. في مستقيم مر بالمركز اهو، ماشي يا عم، المستقيم المار بالمركز، تمام، يعني قطر يعني، تمام. وبمنتصف اي وتر فيها غير مر بالمركز، بينصف وتر ما فيها، بس الوتر اللي هو اللي بينصفه ده مش مر بالمركز، يعني وليكن هذا الوتر مثلا الوتر ده ألف ب، تمام. فبنقول، بيقول انه بيكون عموديا على هذا الوتر، دي النتيجة الأولانية، تمام. فهمت هو عاوز يقول لك ايه؟ كل حاجة بالرسم بتتضح وبتبقى سهلة. بيقول ان المستقيم المار بمركز الدائرة عموديا على اي وتر فيها بينصف هذا الوتر. كأن النتيجة دي يعني هو كأنه ايه، بيقول دي نفس النتيجة دي بس بأكدها بقى بس بشكل تاني. بيقول ان المستقيم اللي بيمر بمركز الدائرة، ادي المستقيم اللي بيمر بمركز الدائرة اللي هو ده القطر ده، وبيكون عموديا على اي وتر فيها، هو بالفعل عمودي على اي وتر فيها. بيقول لك ان هو بينصف هذا الوتر، يعني بيقسمه لجزئين متساويين. يعني لو تخيلنا ان النقطة دي مثلا اسمها ج، فان ا ج بيساوي ج ب، تمام. النتيجة الثالثة بيقول أن المستقيم العمودي على أي وتر في منتصفه لازم يمر بمركز الدائرة. كأنه بيقول أن المستقيم ده عمودي على وتر هنا كده وبينصفه، فلازم يكون المستقيم الكبير ده بيعمل إيه، بيمر بمركز الدائرة. ثلاث نتائج بيتكلموا عن فكرة واحدة، بس طبعا هنحتاجهم كتير في حل المسائل. معانا بقى سؤال على الكلام اللي احنا بنقول عليه في الدائرة ده، ونبدأ بقى نطبق ونشوف المسائل نوعيتها بتيجي ازاي، وهتلاقيها لذيذة جدا على فكرة، وانت هتحب قوي زي ما انا قلت لك في البداية ان انا متأكد ان انت هتحب قوي موضوع الدائرة.